السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هناك صداقة بين كونتيسة وبين قس فرنسي يسمى مودوي، وكانت صداقة بريئة يعني. فكان كل أسبوع يزورها مساء ومرة في الأسبوع، ويجلس معها يتبادلان أطراف الحديث. وفي ذات مرة كانت تلاعب أحفادها، وبعد أن صعد أحفادها لغرف نومهم للنوم، سألته ما إذا كان يشتاق للحياة، لحياة الناس العادية. هو طبعا كان قصا، فكان عازبا أعزب، كان أعزب ولم يتزوج، لم يجرب حياة البشر. فقال لها إنه لم يخلق لتلك الحياة. فقالت له: وكيف تعرف؟ يعني أنت لم تعش هذه الحياة ولم تجربها، فكيف تعرف إنك لم تخلق لها؟ فصمت طويلا، فأعادت عليه السؤال قائلة: الآن حان الوقت لأن تعترف، هذا هو وقت أن تعترف به. يعني في العادة الناس تذهب للقس للاعتراف له في الكنيسة، فهي قالت له: الآن أنت تعترف لي، يعني ما الذي جعلك يعني تفضل حياة الرهبنة على الحياة العادية؟ فتحدث إليها وقال لها السبب. قال لها إنه نشأ في أسرة ميسرة ماديا، يعني أسرة أبواه كان ثريين، وكان لديهما بيزنس خاص، وكان دائما مشغولين بالتجارة أو بالعمل، وكان طموحين جدا. ولذلك أرسلاه إلى بوردينج سكول، يعني مدرسة داخلية، فلم يكن يبيت الليلة في بيته مع أمه وأبيه، وظل على هذا الوضع لسنوات. فمنذ صغره وكان يشعر بالوحدة، ويشعر بالافتقاد إلى الحب الأبوين. وهذه الوحدة، الشعور بالوحدة والشعور بفقدان العناية والرعاية وحب الوالدين، تعقد في داخله وتطور هذا الأمر، فأصبح خجولا جدا، وأصبح يعني أنتي سوشيال، يعني أصبح يعني المشكلة تضخمت في داخله، وأصبح هو نفسه غير اجتماعي، لا يستطيع الحديث مع الناس ومعاشرة الناس، وأصبح لديه خجل شديد وانطوائية شديدة وسنسيتيفيتي، حساسية مفرطة، يعني اكسسيف سنسيتيفيتي. وكان يعني ظل هذا الوضع حتى أصبح عنده 16 عاما، وأنهى دراسته الثانوية، وكان في كما قد أعطي 6 أشهر كي يحدد مصيره ومستقبله. فبذات يوم وهو عائد إلى بيته، رأى كلبا يركض نحوه، كلب ظهر من مسافة بعيدة، وبدأ هذا الكلب يركض نحوه، يجري بسرعة نحوه. وعندما اقترب الكلب منه أصبح على بعد 10 ياردات فقط، توقف الكلب وانبطح على بطنه، وبدأ يزحف إليه ببطء وبخجل وبتودد. وحين اقترب الرجل منه، مدوي هذا الصبي، حين اقترب منه ابتعد الكلب وجرى بعيدا، ولكن عاد مرة أخرى ببطء ونام على ظهره مستسلم، على بطنه مستسلما لمدويه. فاقترب منه مدويه وتحدث معه بصوت حنون، وأخذ يهدئ من روع الكلب، والكلب يهز ذيله حتى استأنس به وآنس له.
وحين حدث هذا اقترب منه الكلب ووقف على ساقيه الخلفيتين وعانقه وأخذ يلعق وجهه بمنتهى الود والحب. وهنا يعني عين مضويه ضرفت الدموع، تأثر بشدة، تأثر جدا، وبدأ يعني عيناه ضرفت دموعا من تأثره، وشعر أن هذه أول مرة يحب شخصا ما أو كائنا ما كل هذا الحب، ولأول مرة هذا الشخص أو الكائن يبادله نفس الحب. لم يبادله أي كائن الحب الذي كان بداخله تجاه أي شخص أو أي إنسان. هذه كانت أول تجربة، لأول مرة يشعر بكل هذا الحب. فأخذ الكلب معه إلى بيته، وعلى الرغم من اعتراض والديه ولكنه جعله معه في البيت. وكان الكلب ينام عند يعني عند طرف السرير كل يوم معه، وأصبح صديقه الوحيد. وفي ذات مرة كان أيضا يسير في الشارع، واقتربت عربة تجرها أربعة أحصنة مسرعة، وحين اقتربت منه كان الكلب معه، ويعني من جلبة وضوضاء وصخب الأحصنة الكلب خاف، فبحركة بديهية جرى نحو مدويد صاحبه، ولكن أحد الأحصنة ضربه بحافره، فسقط الكلب تحت سنابك الأحصنة. ومضوي رآه يتقلب تحت سنابك الأحصنة وأقدام الأحصنة، نهض مرة ولكنه لم يستطع أن يبقى على ساقيه واقفا، فسقط مرة أخرى. ورأى العربة يعني pump twice، يعني ارتطمت بالأرض، ارتفعت ونزلت مرتين وكأنها مرت فوق شيء، وطبعا هي مرت فوق جسد الكلب. وبعد أن مرت العربة لوجد الكلب طريح الأرض، وذهب إليه فوجد أن بطنه قد انشقت وأمعاءه خرجت، وفي خلال دقائق كان الكلب قد فارق الحياة. عاد مدوي إلى بيته باكيا، وظل لشهر كامل لا يخرج من غرفته. فذهب إليه أبوه وقال له يعني لماذا كل هذا الحزن لوفاة كلب؟ أمال لما تتجوز ويبقى ليك أولاد وتفقد أحد أولادك تعمل إيه؟ ماذا حين بعد إن تزوجت ورزقك الله وأطفالك ومات أحد أطفالك، ماذا ستفعل؟ وهنا شعر مدوي بأنه لأول مرة عرف نفسه، عرف أنه لا يصلح لهذه الحياة العادية، حياة الآدميين، عرف أنه ليس لديه القوة والقدرة على تحمل مثل هذه الصدمات، ليس لديه القدرة على أن يحب شخصا ويهتم بشخص اهتماما شديدا ثم يفقد هذا الشخص. ومنذ ذلك الوقت وقرر أن يعيش حياة الرهبنة وأن يصبح قسا، وكان ما كان. وبعد أن أنهى قصته هذه، الكونتيسة استمعت له وقالت أنا أيضا لولا أحفادي ما كنت أجرؤ على الاستمرار في الحياة. هي أيضا كانت تشعر أن أحفادها هم سبب حياتها، سبب يدفعها للحياة. وقام القس ومضى إلى حال سبيله صامتا، وهي ودعته عند الباب صامتة أيضا. وانتهت القصة، ثم عادت إلى مقعدها، جلست وبدأت تفكر في حال الشباب أو في الأشياء التي
قد لا يشعر بها ولا يمر بها الشباب. نهاية القصة. Then she went back and sat down by the fire. عادت وجلست قرب النار. And thought of many things that do not occur to them. فكرت في أشياء كثيرة لا تحدث للشباب. هذه قصة قصيرة لجي دو موباسو اسمها Looking Back. اسمها Looking Back أيضا في هذه المجموعة. وهذه قصة جميلة من عديد القصص الرائعة لجي دو موباسو. ودي ثالث قصة أقدمها له. قدمت له من قبل قصة The Necklace القلادة وقصة أيضا كرة الشحم. وهذه المرة الثالثة التي أقدم عملا له. وفي الحقيقة القصة رائعة ويعني فيها كثير من التعبيرات. وحين يعني بدأ القصة يتحدث عن نفسه فيها أشياء كثيرة كأنه يدرس أو بدأ يتذكر كيف تطورت علاقته بنفسه ومعرفته بنفسه. القصة اسمها Looking Back. يعني لم أذكر اسم القصة. القصة اسمها Looking Back. Looking Back حرفيا معناها النظر إلى الوراء، النظر إلى الخلف. ولكن هنا في هذه القصة يعني معناها استرجاع الماضي. Looking Back يعني استرجاع الماضي. وفي الحقيقة القصة دي أنا يعني أنا شخصيا مستني كثيرا، لأني أنا أحب الكلاب جدا. ومنذ صغري وأنا أربي قططا وكلابا ومنذ صغري يعني توقفت عن هذا بعد أن كبرت. يعني كانت أمي الله يرحمها ترفض دخول الكلاب البيت، فكنت أربيها في تحت بير السلم، تحت السلم في الجراوند فلور الطابق الأرضي. ولكن الكلاب يعني أنا أرى أنها فعلا أوفى حيوان وأوفى من ملايين من البشر، بل أرقى من ملايين من البشر وأكثر إنسانية من ملايين من البشر. وفعلا كلمة كلب نحن نستخدمها كسبة حين نسب شخصا فنقول له يا كلب أو إنه كلب ولا يسوى أو كلب ومات. في الحقيقة هناك فعلا الكلاب يعني أرقى وأفضل من كثير من البشر، لا أقول كل ولكن كثير طبعا، لا أستطيع أن أقول كل طبعا، ولكن من كثير من البشر الذين تغلب عليهم البهيمية والحيوانية بشكل نرى أن كلمة إنسان عند هؤلاء أو بالنسبة لهؤلاء الناس أو بسبب هؤلاء الناس هي كلمة فيها سبة. كلمة إنسان فعلا فيها سبة بسبب تصرفات كثير من الآدميين المجرمين. أذكر في مرة من سنتين وأنا في الصين ودخلت سوبر ماركت، يعني مش سوبر ماركت، محل بقالة جنب الجامعة، يعني أشتري بعض المشتريات. وفجأة دخلت فتاة ومعها كلب كبير، وأنا رد فعل طبيعي مني يعني بششت للكلب لأني أحب الكلاب. فما كان من الكلب إلا أن حاول بكل جهده أن يعني يهجم علي فرحا، وكان تجره بسلسلة طبعا بقيد. وحين وصل إلي أخذ يحضنني وأخذ وكأنه يعني فعلا كأنه يعني وجد صديقا عزيزا عليه، صديقا قديما عليه. وأنا في تلك اللحظة كانت من أسعد لحظات حياتي، والله من أسعد لحظاتي. يعني هذه المصادفة واللقاء السريع جلب لي سعادة كبيرة. أذكر مرة أخرى كلبا كان أخي رحمه الله يربيه في مصر، وهذا الكلب مات بفعل فاعل. وكان الكلب كل يوم يلعب معي، وحين أحس بقرب أجله وبدأ الألم يعتصر معدته لأنه تم تسميمه،
نظر إلي نظرة حزينة وانصرف بعيدا، دخل تحت السرير وأنا لا أدري ما به. ولكن حين علمنا أنه يحتضر فعلا كنا بجانبه يعني في منتهى الحزن نبكي بجانبه. ومات الكلب فحمله أخي عليه رحمة الله، وحين مات الكلب كانت عيناه مفتوحتين، والتقط عيناه بعيني وهو كان ميتا، وسبحان الله كأنه كان ينظر لي، والله لا أنسى أبدا نظرته لي. الحمد لله أن من علماء المسلمين لدينا عالم مثل الإمام مالك الذي لا يفتى، ومالك في المدينة، والذي يعني أفتى بأن لعاب الكلب لا يفسد ولا يبطل الوضوء. طبعا هناك علماء آخرون قالوا غير هذا، ولكن الحمد لله أن هناك إمام إقامة الإمام مالك قال غير هذا، لأن في الدول الغربية تربية الكلب هذا شيء أساسي جدا جدا. طبعا أنا لست مع المبالغة في الإنفاق على الحيوانات، أحيانا طعام الكلب يكون والقطة يكون يعني أغلى من طعام الإنسان، أنا ضد هذا طبعا، ولكن لست مع هذا. ولكن تربية الكلاب في حد ذاتها في الغرب شيء، لو علموا أن الإسلام يحرم هذا ربما ما دخل أحد منهم، أو بعضهم على الأقل، يعني كي نكون منصفين، بعضهم الإسلام. فالحمد لله أن في إسلامنا عالم مثل الإمام مالك لم يحرم لعاب الكلب. هذه القصة التي سردتها لكم تجدونها في هذا الكتاب، وأنا الآن في انتظار صديقي، لا أعرف هو يتصل بي الآن على الواتساب، فسأضطر لإغلاق التسجيل وأراكم ربما في حلقة أخرى أو بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.